اهلا يا فاطمه، بتعملي ايه يا فاطمه؟ وقع. هو مين ده اللي وقع؟ عباسه بالدهب. وراكي البدعه. الو المحافظه. خلاص يا خفيف، فاطمه دي بقت فظبعي زي الدبله. انا مش فاهم قبل انتشارتك ازاي. ازاي حول ايه؟ انت اصلك عبيط يا ابني، اللي في القلب عمره ما يتنسي. تناسي عباس ابو الذهب كان ايه بالنسبه لفاطمه؟ ايوه بس عباس بتحبني انت اصلك ما تفهمش في شغل الحريم. عرفتها مكان البضاعه. يا سلام، وجات وشافتها كمان. امال تطمن لي ازاي وتدفع لي اللي انا عايزه؟ ما تخافش عليك يا عباس. اقول لك ايه بس، بس لو تقولي لي رايحه فين دلوقتي؟ مشوار صغير وهحصلك على المصر. انا خايفه عليكي قوي يا فاطمه. انا مستنيه الفرصه دي من زمان. انا لازم انتقم منه، لازم يشرب المر، لازم يشوف اكتر من اللي انا شفته. ادفع عمري واشوف عباس بيتحرق في النار قدامي. بس يا فاطمه. بس ايه؟ انا خايفه على حامد، ما هو لو عباس وقع ممكن يجرجره معاه في الرجلين. وهو حامد صغير بصراحه. بقى لازم حامد يعرف ان الطريق اللي ماشي فيه ده طريق غلط. اذا كنت ناويه تتجوزيه لازم تبعديه عن التعبان ده. ما انا قلت له عشان نتجوز لازم يبعد عن عباس خالص، ولازم كمان يشوف لنا شغلانه شريفه نعيش منها. طمني يا سعاد، انا حابه اخلص حامد. طب وبعدين؟ على مين؟ استنى شويه، يمكن توصل حاجه. طيب بعد ما نخلص. حضرتك عايزاني يا فندم؟ ايوه يا سعاد. ازاي شمس ما تجيش لغايه دلوقتي؟ مش عارفه ازاي وانت ساكنه معايا. اصلها نزلت قبلي وكان المفروض انها توصل قبلي. المفروض انها تفتح الستاره دلوقتي حالا. كويس كده؟ وبعدين؟ معلش يا فندم، ناجل نمرتها شويه لا يكون جرى لها حاجه. طب اتفضلي دلوقتي وقولي للمدرب ينزل الاستعراض التالي. يعني دلوقتي بقيتوا شركة؟ لا. هي مش هتدي لك الفلوس؟ هتديهاني، ومعادي معايا اللي لادق في المسرح. امال هتدي لك ليه؟ وهتاخد قصد فلوسها ايه؟ بومبا. على قد فلوسها. طب افرض. ما تفرضش حاجه، فاطمه دي طول عمرها لعبتي، سيبنا اتصرف معاها بقى بطريقتي الخاصه. فاطمه بتاعت دلوقتي مش هي بتاعت زمان يا عباس. مالكش انت دعوه، سيبنا اتصرف بمزاجي، بس اوعى انت بقى تروح تقول للبت بتاعتك حاجه وتبوظ لنا الشغل. المهم يا عباس تبعد انت عن سعاد، وبعد كده اعمل اللي يعجبك. اتفقنا يا قفل. سلام.
مؤاخذة، هي فاطمة خلصت نبرتها؟ لا. امال هي فين؟ انا مش لاقيها في اوضتها. فاطمة مش هتغني الليلة. ليه؟ مش عارفة يا عباس، فاطمة ما جاتش المسرح. ما جاتش المسرح؟ ما راحت فين؟ مش عارفة، هي ما جاتش وخلاص كده. مشكورة يا أميرة. في المأزم متراقب والحكومة حاطة الحارة كلها. في حد في البيت؟ مرات أرمي. طب ارجع من هتصرف. بسم الله الرحمن الرحيم. انت قاعدة في الضلمة كده ليه يا فاطمة؟ أصل نسيت أولع النور. انت كنت برا؟ أيوه. رحت فين؟ وأنا لو قلت لك مش هتصدقي. أنا أصدق أي حاجة تعمليها. رحت فين يا فاطمة؟ فاكرة حتتنا بتاعت زمان؟ طبعا فاكراها. مالها؟ رحت هناك، مشيت قدام بيت المرحوم، قدام بيتكم، قدام بيت خالي اللي اتبرعتني. ربنا يسامحه. وقفت قدام مدير وإيه بس اللي هف على بالك إنك تروحي تمشي في الحواري بالليل؟ أنا ما كانش ممكن أروح بالنهار. ما أقدرش أخلي وشي الناس هناك. ما كانش لازم تروحي خالص يا فاطمة. حد يروح للحزن والعياط بالك ليه؟ الحزن والعياط؟ وانا سعيد هنروح منه فين؟ انت رحتي فين تاني يا فاطمة؟ رحتي بيت جوزك؟ رحت. هو رجع من بره؟ عشان كده بقى ما رحتيش المسرح. انت مرات اوراني؟ ايوه يا بيه. راح فين اوراني؟ خرج يشتري حاجه ولسه ما رجعش. فتشوا البيت. اتفضلي قدام. تفتكر مين اللي بلغ الحكومه يا اوراني؟ مش يمكن المصيبه اللي جبتها معاك دي؟ عباس ابو الدهب. بيقعد ست فاطمه، في واحد اسمه عباس مستنيك هنا. طيب رايحه فين يا فاطمه؟ خارجه لغايه بره بس 5 دقايق وراجعه على طول. ليه؟ هقابل عباس، اصله مستنيني في الاستقبال. بلاش يا فاطمه ما تروحيش. ما روحش ازاي يا سعاد؟ انا عايزه اشوف عباس ده وهو قلبه بيتحرق على البضاعه اللي راحت منه. طب استني بس هغير هدومي واجي معاكي. غيريهم على مهلك وحصليني.
ايوه عباس. انت بلغت الحكومه؟ بلغت عن ايه؟ البوليس كبس على المخزن، قبض على مراته رني وابنه، زمانهم بيظهروا عليها دلوقتي في كل حته. وانت من امتى بتخاف من الحكومه يا عباس؟ يعني انت اللي بلغت عني وخربت بيتي؟ ايوه، ونبقى خالصين. وبتقوليها كمان؟ انتي صحتها؟ ايوه. هي كانت ساكنه معاكي في اوضه واحده؟ ايوه. ما كانش في اي خلافات ما بين سعاد وبين عباس؟ سعاد ما كانلهاش علاقه بعباس خالص، كانت تعرفه بس. طب عباس قتلها ليه؟ عباس كان عاوز يقتلني انا. طب عباس كان عايز يقتلك انت ليه؟ عشان بلغ عنه البوليس. طيب انت صح يا حام؟ ايوه. انت كنت داخل معاه ساعة ما دخل وضرب الرصاص؟ لا جيت بعد ما قتل سعاد. عباس ما قالكش على اي خلافات كانت بينه وبين سعاد او فاطمه؟ لا 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 يا بيه. طب ما تعرفش فين راح فين عباس دلوقتي؟ عباس ليه لي معارف كتير يا بيه. مين عارف يكون راح فين؟ خد الشهود الاسم وانا هحكي لك على هناك.
وهات كمان الأمين صاحب البنسيون. تفضل. يا حامد انت بس اللي تقدر تساعدنا عشان نقدر نمسك عباس. انا مستعد اعمل اي حاجه بيه. سعادتي كانت خطيبتي وكنا خلاص هنتجوز. بس يا حامد خليك راجل مار، اسمع اللي هقوله لك كويس. ايوه بيه. عباس مش ممكن هيسيب فاطمه، لازم هيحاول يقتلها. فلو كنت تقدر تعرف فين يلاقيه لازم تقول لنا. بس يا بيه شايل شنطة فلوس بره البيت. بره البيت فين؟ جايز يكون شايلها في مخزن البضاعة. تفتكر يكون هناك؟ ضروري هيروح عشان ياخد الشنطة. طيب يا حامد متشكر قوي. نادي على المدام صاحبة البنسيون. أمال يكون راح فين؟ معلش لازم حنمسكه. اسمع يا حامد. أيوة بي. انت علاقتك كويسة بفاطمة؟ انا عمري ابي ما اذيت فاطمه وياما اتخانقت مع عباس علشانها. يا حامد مفيش طريقه نقدر نمسك بيها عباس الا عن طريق فاطمه.
طب وانا مالي بيه؟ فاطمه مش عايزه تنزل الشغل، انا عايزك تروح لها، يمكن تقدر تقنعها وساعتها احنا هنتصرف. واذا ما رضيتش يا بيه؟ لازم ترضى يا حامد، ولا انت عايز عباس اللي قتل سعاد يفضل هربان؟ لا 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 يا بيه لا، عباس مش هيقدر يروح لفاطمه البنسيون، لكن ممكن يروح لها المسح. تمام يا بيه، ضروري عباس هيروح لها المسرح. انا مش عايزه انتقم منه، بس انا عايزه اشرب من دمه. يبقى خلاص، لا 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 لازم تنزلي الشغل. لا يا حامد، انا ما اقدرش اغني، انا ما اقدرش اغني بعد موت المرحومه سعاد. لازم يا فاطمه، لازم، ده دم سعاد ما يروحش هدر. دي كانت اختي. هي كانت اختي وبس، دي كانت كل حاجه ليا. اديك شايف انا اللي يمين في الدنيا. معلش معلش فاطمه، معلش، انا هفضل جنبك، ما تخافيش ما تخافيش. لا يا حامد انا مش خايفه. يبقى اتفقنا، لازم ترجع الشغل. لكن تفتكر هيجي؟ ضروري هيجي، ضروري ضروري. طيب يا عباس يا ابو الضحك، جرائه للناس